صبحكم بالخير. إذا هالفيديو إلى المجرم الطال الأبرية واحد اسمه بيقولوا له توني صليبا أو أنطوان صليبا مدير أمن الدولة. اسمعوا لي مجرم الطال الأبرية، أنت ليك قلب تقتل واحد سني مؤيد النظام الإرهابي تبع بيت الأسد؟ أنت وليه تقدر تعتقل واحد وتقتلوه من القتل يموت من التعذيب اللي بتعملوه لإله إذا كان بخص بشار الأسد؟ أنت بتقدر تعتقل وتوقف وفيق صفا؟ أو آخر واحد بحزب الله أنت بتقدر وليه؟ أنت بيجيبوك مثل الكلب وبيتعسلك على رقبتك وفيق صفا وبيعتقلك أنت ومرتك وولادك. أنت أبضاي على الإسلام السنة. أنت هذا الشاب اللي قتلتوه لو منه سني ملك قلب تقتله وبتتمرجل على المسيحيين خصوصاً المورنة وبترفع إيدك على المورنة. ليك دوري جاية، اسمعني كتير منيح، بدك تتحاكم أنت وميشيل عون وجبرون بيسيل وكل هالعونين. لو كنتوا مليون بكن تتحاكمه، طمن بيليك. أنت إذا بتضل قاعد بسحط إجري بلبنان والمعلم بيقول لي معلم حافظ الأسد جابوا مشلوح وعينه، طمن بيليك. اسمعني كتير منيح، إذا أنت وميشيل عون وجبرون بيسيل وكل واحد من هول العونيين بتضلوا قاعدين بالمنطقة المسيحية، بدي يعمل لك أنت وجبرون بيسيل وميشيل عون تمثيل قدام البرلمان. بدكن تطلعوا من المنطقة المسيحية، ما منقبلكن خونة، خنتوا وطنكم وملفاتكم بتروح بموجب المحاميين إلى القضاة المدعي العام وبيطلعوا بالملف. إذا كان لكم حق تاخذوا الحق تبعكم، إذا متهمين بكن تفوتوا على الحبس مهما على شأنك. أنت وميشيل عون وجبرون بيسيل أعداء أهل السنة والمورنة. أنت بترفع إيدك وبتضرب كف لواحد مورونة؟ جرب على واحد من حزب الله، بلي بتضرب واحد من أبناء الطائفة الشيعية الكريمة اللي معترض على سياسة حزب الله بلبنان. إيه بترفع إيدك وبتقتله لأنه في صفة بيسقف لك. هذا أنت ولي توني صليبة. أنا بزعل كأبن صغرتي لمن أنت حوطت أمن الدولة مع واحدة من صغرتي. هذا الجبان سليمان توني فرنجي لم أرى بحياتي إنسان جبان مثل سليمان توني فرنجي، وبيغدر لأنه جبان يتمرجل على ناس أبرية. هذا سليمان توني فرنجي. أنت سليمان توني فرنجي لمن فات ابن لويس المعريوي بسيارة بي مرته، أنا ومحمد المعجل العيني وقبض بيوها المصريات تجي على بيروت. سمع كتير لمن فات عزغرته بالرقمة الزرقه كان يقول ببريز نحنا شركة، نحنا وسلمان فرنجية، نحنا حلفة، يعني أنت مثلك مثله وما بيخصكم. فات بسيارة الزرقه فه على جماعتك ما بيوقفوا بينزلوا بيقولوا له يا سيارة ما تفوت لها. ملك قلب جوزيف المعريوي بيقرتك كاف، ملك قلب. أنا بأكد لك ملك قلب جبان والسليمان فرنجي، ما حدا بيعرفك إلا أنا اللي بعرفك، والدولة الأمريكية الأمنية بتعرفك بهالشي، طمن بالك. لأنه مكتب المحاميين الملفات اللي عنده كلها بالفيديو مسجلة بأهم شركة بالولايات المتحدة ومستلمة الأمن الأمريكي، ذاكر كل شيء بعرفه. هلا انت لما بيجي ابن الفريد يمين مع والده محترمين الجماعه بس معه امن الدوله ومعه كونفوا مصلح
على منطقة صغرتي، انت جبان، انت هول الجبانات اللي عندك مرتزقة بالمال مع انك مشبعون شي بالدولار وشي بالليرة اللبنانية. بالطوقة ينتخب هذا حقه، وبتقدم سيارتك بتقول له انت ووالدك بترجع بعد الانتخاب، مطرح ما بدك بتوصلك سيارتك. انتو كلكن تبع عن الدولة بترشوا بتحطوا سلاحكم بالأرض، انتو ما بتفيتوا على بلد اسمه صغرتة، انا بعتبر حالي زعيمة وانتو بمصلحين بهالشكل هيدا. مليك قلب جبان، لذلك واحد مثل أنطوان صليبة بيقدر يفرض عليك اللي بده اياه. تركض لحزب الله هلا بالاول ما بقى في بيت الاسد، في الجهاز الامني الايراني السوري حزب الله، تركض عليهم. انا عم بحط لك اياهم بالارقام تسمعهم، هول الشغلتين ما عرفت عملتهم. بدك تعمل رئيس جمهوريه؟ هول شغلتين، هيدي منطقتك، هني عم بيتحدوك اثنينهم لعب التحدي. ما بتستع واحد منهم بكاف بتقول له هاي السيارة نزيل، بتروح انت واللي معك بالسيارة مطرح ما بتريد. هيدي سيارة مقض مطلق لهالسيف والوسخ أوسخ من بيو سليمان ابن الويس المعريوي، بتقول لي ما حيجي دورك. ممكن حافظ الأسد انشلح ببيته بيخبرني أحد الضباط، كان كل الناس تعرف بده يحصل لهم كله، قال لي عزمني على الغداء، رحت لعنده، يشهد الله مرته عم تعمل لنا الغداء، غداء فقير، طاولة الأكل من حديد والكروسي من حديد. وقال لي طلب مني إذا نجحتوا بالانقلاب ردوني على الطيران. فجأة يا سليمان فرنجي، يا سليمان بيك فرنجي، مع كامل الاحترام، مع كامل الاحترام لإلك، لأنه ما حدا عنده طموحات على زعمتك، هيدي زعيمة موجودة عطول، أنت اللي بتسميه بيربح. إذا ما حدا عنده طموحات، مش ما تفكر حدا عنده طموحات مثل حافظ الأسد، بس عم بشرح لك إياها كيف. فجأة حصل الانقلاب، تعين قوض الطيران، من عينه معلمة، وأفتخر إنه معلمة، يلي هو معلمة. أهلا وسهلا فيكم توني صليبة، بترفع إيدك على أهل السني بس وعلى مورني تضربون. إذا بتضل وبرجع بكرر مثل حسن نصر الله بإصبعه، إذا المعلم دخلني على لبنان إيزي، ما إذا أقعد بأمريكا، أقعد بأمريكا ما بروح لمحل. أنت وجبرون بسيل وعيالكم وميشيل عون واللي الرموز المعروفة إن هي لألكم مثل غسان عطلة وهال، إذا بيضلوا بالمنطقة المسيحية بس ما بتنتسعوا، ما حدا بيضربك كاف، ونقولك إن إحنا ما بدنا يكن هون بكل تهذيب. نعم ملفات كم بدنا نفوتها على الدولة للقضاط، إذا بريئين، إذا ما كن بريئين بكن تفوتوا على الحبس وتفوتوا المصريات كلها اللي بره. هي بتعهد لكم فيها أنا، لأنه أنا ما بدي سندويشة أصلاً، ما بيكون أصلاً ما بيكون. مشين تسمعوها كتير منيح، وأهلا وسهلا فيكم، طولت عليكم، بتمنى على كل واحد مسيحي خلوا يمشي هالواحد. أكبر سيف الوسخ بمر بحياتكم، أحد الوسخين، في كتير بس على هالمستوى ميشيل عون ومرته وبنيته وصهرته واللي جابن أركين معه، هول السفالي والمساخة والإنسان دخل على المنطقة المسيحية بدل ردده ودبح المنطقة المسيحية من الوريد للوريد، يمكن قتل شي 2000-2500 واحد، أحسن شباب بعمر الورود مع القوات يصطفلوا من منطقة بشره، كلا تبحت كل يوم اثنين ثلاثة على الضياع تبعت منحت شيت وكل شيء، دبحت المسيحيين، انسان وسخ انت وعيلتك، واهلا وسهلا فيك.